لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الجمعة 9 أغسطس، والنهاردة القمر موجود في برج القوس. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الثور، وعطارد في السرطان، وفينوس والشمس والمريخ الثلاثة في الأسد. وعندنا 4 كواكب مازالوا بيتراجعوا. المشتري بيتراجع في القوس، وزحل وبلوتو الاثنين بيتراجعوا في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر موجود في منزل الحظ، وده بيديهم الحظ على كل الأصعدة. يقدروا ان هم يحققوا مكاسب مالية، ويقدروا ان هم يقوموا بسفر موفق، او لو عاوزين يعني يستمتعوا بوقتهم بالمغامرة بالسفر، بانهم يعملوا رحلة موفقة تجمعهم بالأحباب. كل ده متاح ويكونوا موفقين فيه ان شاء الله النهاردة. كمان مواليد الحمل النهاردة عندهم استعداد أكبر لتنمية معرفتهم ومداركهم، ويقدروا يحققوا تطور ويبدأوا نشاط جديد بكل معرفة أو بكل معلومة ممكن يتوصلوا ليها. نروح بعد كده لبرج الثور. هو مواليد الثور النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيساعد مواليد الثور ان هم يزودوا مدخراتهم ويتصرفوا حلو في امورهم المالية. كمان ممكن يكون عندهم فرص لاكتشاف امور خفية تساعدهم انهم يوصلوا لاهدافهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر موجود في مواجهة برجهم، وده بيدي مواليد الجوزاء شوية ميل للعصبية. فنصيحتي لمواليد الجوزاء ان هم يحاولوا يقاوموا ميلهم للعصبية، ويتأنوا جدا في قراراتهم الشخصية والمهنية. كمان لو متجوزين مهم جدا انهم يتعاملوا بمبدأ المشاركة مش المنافسة. مطلوب من الجوزاء انكم تكونوا اهدى في تعاملاتكم عموما، ولو متجوزين مع شركاء الحياة تحاولوا تكونوا اهدى في التفاهم، وتكونوا متسامحين ومرنين شوية. اما على مستوى الحقوق او المال، مهم قوي انكم ما تغامروش ماليا، وتاخدوا بالكم من حقوقكم، لانكم قد تكونوا عرضة ان حق من حقوقكم يتاخد، او انكم تقعوا في اخطاء تتمسك ضدكم. فلازم تتأنوا جدا في الامور القانونية والمالية والمهنية، وزي ما قلت كمان الشخصية. نروح بعد كده لبرج السرطان. مواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وفي منزل الصحة الايجابي. فده بيدي مواليد السرطان نشاط وطاقة وحيوية، وتقدروا انكم تنجزوا كل شيء على اكمل وجه ان شاء الله. بشوف انه كمان مواليد السرطان هيكون عندهم اصرار اكتر، ويعرفوا ينظموا وقتهم وينظموا اولوياتهم، وده يساعدهم ان هم يوجهوا جهودهم في الاتجاه السليم. نروح بعد كده لبرج الأسد. مواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيدي مواليد الأسد مشاعر إيجابية، ويقدروا ان هم يعبروا حلو عن مشاعرهم ويقربوا أكتر من الأحباب. يعني عندهم يوم هايل على الصعيد العاطفي، يقدروا ان هم يحققوا تواصل افضل مع الاحباب، وكمان لو عندهم اولاد هيقدروا ان هم يحققوا تواصل وتفاهم افضل مع اولادهم. اما لو عندهم شغل، فبشوف برضو انه النهاردة عندهم طاقة بدنية هايلة تساعدهم على الانجاز، عندهم حماس وطاقة. كمان الطاقة دي تساعدهم لو بيلعبوا رياضة، فالنهاردة يوم هايل لممارسة الرياضة بالنسبة لمواليد الاسد. نروح بعد كده لبرج العذراء. هو مواليد العذراء النهاردة عندهم للأسف القمر معاكس معاهم عائليا واجتماعيا،
ونصيحتي لمواليد العذراء النهاردة إنهم يراجعوا نفسهم قبل أي خطوة وقبل أي كلمة، يحاولوا في علاقتهم بالأهل وبالقرايب إنهم يكونوا لبقين، وبلاش يدخلوا في أي حوارات شائكة ممكن تجرهم لصدام عائلي أو صدام اجتماعي. كمان مطلوب من مواليد العذراء ما يصدقوش أي إشاعات، ويحاولوا إن هم يتجنبوا العناد مع الناس اللي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان النهاردة. الحظ بيحالفهم جدا اجتماعيا، يقدروا إن هم ينجحوا في كل مباراة ذهنية بيدخلوا فيها، هيكون عندهم يقظة ذهنية وسرعة بديهة، ويعرفوا يحسنوا التعبير ويتكلموا حلو ويأثروا جدا في الآخرين. فلو عاوزين يقنعوا حد بفكرة النهاردة يوم مناسب لكده، لو عاوزين يعملوا انترفيو برضو النهاردة من الأيام الهايلة لعمل انترفيو، ويوم مناسب كمان للسفر أو للتخطيط لسفر بالنسبة لمواليد الميزان. نروح بعد كده لبرج العقرب. مواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل المال، ومن المحتمل ان مواليد العقرب يقدروا يحققوا مكاسب مالية معقولة بس بشروط. الشروط هي ان مواليد العقرب يحاولوا يركزوا اكتر ويضعفوا حذرهم وتركيزهم، لانهم تركيزهم يعني فلكيا تركيزهم اقل، فده ممكن يوقعهم في اخطاء. عشان كده مش مستحيل انهم يحققوا مكاسب، لكن لازم ينتبهوا قبل اي خطوة ويراجعوا خطواتهم كويس علشان ما يحصلش اي خسارة يرجعوا يندموا عليها. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيديهم حماس وطاقة وسحر وجاذبية، ويعرفوا ان هم يخلوا الناس كلها تهتم بيهم وتنجذب ليهم وتجتمع كمان على هدف واحد وتساعدهم وتتعاطف معاهم. كمان النهاردة مواليد القوس يعرفوا يفرضوا إرادتهم ورغباتهم وبذكاء، يعرفوا كمان زي ما قلت يجذبوا كل الناس ليهم وخصوصا الجنس الآخر. هيكونوا عندهم سحر وتألق وجاذبية، وده يفتن جدا الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندهم القمر في المنزل الاتناشر، وده بيخلي مواليد الجدي طاقتهم أقل، فمطلوب من مواليد الجدي يهتموا أكتر بصحتهم ويسترخوا وياخدوا قسط وافر من الراحة وما يهملوش أي عارض صحي. مطلوب كمان من مواليد الجدي النهاردة إن هم يتحركوا بحذر في خطواتهم وما يدوش الثقة لأي حد إلا بعد دراسة. كمان مطلوب من مواليد الجدي يعملوا في سرية وكتمان وما يعلنوش خططهم، ويتجنبوا التعالي والزهو بنفسه. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا اجتماعيا ومهنيا. اشوف النهاردة مواليد الدلو يقدروا ان هم يحصلوا على دعم كل اللي حواليهم بسهولة. هيكون عندهم قدرة على تنمية أعمال أو نشاطات. كمان اجتماعيا عندهم رغبة في الانطلاق وفي الخروج، وممكن يقضوا أوقات حلوة. فنصيحتي ليهم ما يرفضوش أي دعوات توجه ليهم. عموما هيعرفوا يوجهوا قدراتهم حلوة قوي لحل أي مشاكل بتقابلهم، ويعرفوا يكونوا مؤثرين جدا في كل اللي حواليهم، ويعرفوا كمان يحصلوا على دعم الناس كلها. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة للأسف القمر في وضع معاكس معاهم، فنصيحتي لمواليد الحوت ان هم ما يعلنوش موقف معين. لازم يكونوا حذرين ويتأنوا جدا في إظهار ردود أفعالهم. مهم ان هم يصبروا، ما ياخدوش قرارات متسرعة، ويحاولوا ينظموا افكارهم واولوياتهم عشان يتحكموا في حالة التشوش اللي ممكن تكون بتسيطر عليهم. كل ده تجنبا للوقوع في اي اخطاء تتمسك ضدهم. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.